بس خلي بالكم يا مسؤولين، وانتوا في موضوعات هتبقى وانتوا بتتكلموا، يعني زي موضوع الاحوال الشخصيه كده، احنا قلنا شويه ملامح للقانون، والنخبه اللي اشتغلت فيه من يعني مطمئنين ان هم خدوا كل وجهات النظر وتم طرحها، لان الناس دي كانت بتشوف الكلام ده وهي قاعده على منصه القضاء على مدى 30 سنه واكتر، فشافت مشاكل كتير. فالملامح الرئيسيه اللي هي اتقالت لكم كده، لكن ده مش معناه، وسيد وزير العدل موجود مش كده؟ يعني انتوا عاملين حسابكم ان انتوا تعملوا حوار مجتمعي يعني انتوا ممكن تقول في الموضوع ده اكتر مني دلوقتي، اتفضل. ايوه فندم، احنا زي ما تشرفنا بالعرض على فخامتك من يومين، ملامح المشروع بصفه عامه، لكن الاحكام التفصيليه بيتم الانتهاء منها على مدار الشهر القادم ان شاء الله. اول ما تنتهي على طول هنبدا في طرحها للحوار المجتمعي، هندعو اليه كل فئات المجتمع ونقعد ونطرح الاحكام اللي وضعت والأساس اللي بنيت عليه، سواء أساس علمي إحصائي رأي فقهي، كل الآراء الأحكام اللي وضعت في نصوص القانون هتطرح وأسندها إيه، سواء من ناحية العلمية أو من ناحية الإحصائية أو من ناحية الشرعية، وحنستمع إلى وجهات نظر الجميع، بحيث ممكن جدا وارد أن يبقى فيه تعديلات ووارد الناس تتقبل المشروع المطروح، وإن شاء الله بعد كده نتخذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ثم الإحالة إلى مجلس النواب. طيب أنا بس برضو من فضلك، أنت كنت قلت لي أن احنا في عرضكم أن كل الجهات خدتوا رأيها بالموافقة. أيوة فندم، بس قول دي من فضلك عشان برضو تبقى دي واصلة لكم. احنا في النقاط خدنا فيها الموافقة، وأهمها اللي هو توثيق الطلاق، توثيق الطلاق واخدين موافقة الأزهر، واخدين موافقة الأوقاف، واخدين موافقة الإفتاء مكتوب وموقع، فبالتالي مطمئنين تماما إلى كل الأحكام اللي موجودة في مشروع القانون.